بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيبات متتبعات قناة تنظيم البيت وتدبير المصروف مع خديجة الصحراوية، نتمنى حبيباتي كلكم اللي ما شاركتش في القناة تمشي تشارك، تضغط على الزر الأحمر حتى يرجع قري، من بعد كتضغط على الجرس باش يبقى يجيك كل فيديو جديد، وتمشي تدخلي على صفحة الفيسبوك ديال القناة تشتركي فيها وتعملي لها حتى هي جيم، وتعملوا اشتراك حبيباتي للقناة على الفيسبوك ديالكم، على صفحتكم على الفيسبوك ومع الصديقات ديالكم وعلى الواتساب، ونتمنى لكم فرجة ممتعة مع هذا الفيديو. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. اليوم دخلت الكوزينه لقيت بنتي باغا دير الغدا، كنت برا كنصاوب شي ورق، جيت لقيت بنتي كتصاوب باغا تصاوب الغدا، قلت لها بلاتي نصوروا، لان صحباتي وحبيباتي الغاليات كيطلبوا دائما طريقتنا في الكسكسو العادي، يعني الكسكسو العادي. غادي دير الكسكسو الغدا ياك؟ غديري الكسكسو؟ غندير الكسكسو. اش غديري في الكسكسو ديالك؟ اولا شنو هو الكسكسو اللي غديري؟ تستعملي شتك حاطه هاد ديال الشعير، كسكسو الشعير بيو، هذا ديال كسكسو السمارة، هو اللي غديريه انتما كتشوفوه بيو، فيه النخالة ديالو ديال الشعير، هذا كسكسو الخا ديال الشعير بوحدو، يعني الشعير ما معاهش الحبوب، ما معاه القمح، ما معاه حتى شي حاجة، غير دقيق الشعير لارج وبيو، هو كتشوفو كسكسو رائع، كل انواع الكسكسو من هذه الشركة رائعة ونقية وما فيهاش الريحة ولا حتى شي حاجة. المهم كننصحكم بهذا الكسكسو، كسكس السمارة ها هو كما كتشوفوا، والثمن ديالو مناسب، يعني غديري هذا الكسكسو الشعير، غديري الكيلو ديال الكسكسو. اش غديري له؟ شحال غديري؟ شتك تما حاطه تقريبا شي 300 غرام حتى 400 غرام ديال اللحم ديال الجمل ياك؟ ايه. ايوا هضري بنتي، راه كتحشم تهضر قدام الكاميرا. شنو عندي هنا؟ الفول، عندي خزو لفت، وهادو الرقاع اللفت، لوسين ديال اللفت هي، والفول جديد تبارك الله الخضره دابا طريه في السوق ياك. عندك هنايا هنا عندي بصله شلطتها، هنا ربيطه ديال المعدنوس، عندك الكرموس اللي هو القران، القران البنات اللي شتونا كنديرو في الكسكسو حنا، والسواسه حنا اهل وادنون اهل الكلميم كنديرو القران والصفرجه فاش كيكونوا الوقت ديالهم كنديروهم، او كنكونجلو كنديرو في المجمد وكنصبرو وكنستعملو في الكسكسو، كيجي رائع. البنات اللي شافوا قالوا لي عمرنا شفنا الكرموس في الكسكسو، هذا الكرموس هذا كيكون اخضر، يعني ماشي شتو كيما كيكون اخضر، سميتو القران بالشلحه وبلا مزيغيه، وكيقولوا ليه الكرموس، كيقول القران، كيجي رائع في الكسكسو. وعند من بعد القران شنو غديري؟ هنا عندي مكور، مكوره صغيره هي، وعندي غسلتيها، غسلتها ونقيتها، وهنا عندي كورجيت، كورجيت والقرعه، قرعه وماطيشة محكوكة، ماطيشة محكوكة مزيانة بنتي الله يرضي عليك. شنو غتستعملي كتوابل واش غديري باش غتقلي هاد اللحيمات؟ عطرية اللي قاديتي ها هي، هي اللي مصاوبين في الدار، وشوية ديال البزار، هي والخرقوم، شوية الخرقوم هي، والملح، والملح هذا قياس الملح اللي أنا ندير في الكسكسو، والقياس مع اللحم، هاد الملح غديري منه في الكسكسو، غديري منه مع اللحم، هي مزيانة. والزيت اللي غتقليه هذا كتسيتي كلشي غتقليه؟ لا، هذا اللي نقلي منه ولا نديرو في الكسكسو. مزيان باش غادي تفتح الكسكسو، مزيان. حبيباتي دابا هي غتجيبي، يلاه فاش غطيبي بنتي غديري، أنا كندير الخضرة ديالي في الكوكوت، بنتي كديرها في البرمة. اش غديري دابا في البرمة ديال الكسكسو والقدرة؟ لا نسبك الزيت، شوية الزيت تقريبا، شحال درتي؟ درت تقريبا شي معلقة ونص كبيرة. ولا ندير اللحم، هذا اللحم ديال الجمل ديال البل، ولا ندير العطريه، درتي العطريه، درتي البزار، درتي شويه الخرقوم، نزيد شويه الملح، مزيان. ولي ندير ربيط المعدنوس الربيع، وغديري دابا يتشحر شويه، وغتزيدي البصله باش نزيدو البصله، يلاه انت الله يرضي عليك. تشحروا اللحيمات، بداو كيتشحروا، باقي ما كملت الشحر، غتزيديهم دابا البصيله، يلاه تزيديها. هاني درك درت الماء في الطنجره ديالي، ولا نخليه حتى يغلي مزيان،
ونزيدو الخضرة اللي هو خيزو واللفت والفول ورق اللفت. وهنا راني درت الكرموس يغلي باش نحيدو ونزيدو في الاخر مع الخضرة الثانية. دابا بغيتي تراغلي الكسكسو ديالك ياك ترشيه؟ لا نرشو كسكسو السماراني ترشيه. هاد الكسكسو هذا ما كيحتاج لغسيل حبيباتي، جربته انا ما كيحتاج نقي وما فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه ما كيحتاجوش، وبغينا ديك النقاله ديالو. شو حبيباتي ما غديريش كيلو كامل ياك لانه فيه زيت تبارك الله كيعطي. انتما كتشوفوا بالنقاله ديالو، اللي ما بغاش هاد النقاله راه كاين كيتباع بلا نقاله، حنا كنبغوه بهاد كامل يعني كامل. دابا نرخلو ترشيه بالماء، الماء البارد العادي. هاد الماء ما فيه لا ملح لا حتى شي حاجه ياك؟ لا ما فيه والو. فين تغديري الملح؟ المره الثانيه. المره الثانيه ان شاء الله. تبارك الله بنتي بحال علمتها. الكسكسو ديال الشعير ما كيتشربش ما بزاف ياك منو بالولا ياك؟ لا صافي، وما خصناش نغسلو، هذا ما يحتاج كاع الغسل غير، وخاصنا نعطوه الماء غير شويه شويه باش نشوفو. باقي غادي شويه الماء ولا لا؟ لا صافي كافي. صافي كافي يلا، غتخلي دابا يرتاح شويه عاد ديري في الكسكاس ياك ان شاء الله. واش بغيتي ديري في الكسكاس صوري. هاني دابا درت الكسكسو في الكسكاس ودرتو فوق البرمان، هذه الطفوره الاولى. طب طلع الكسكاس ديالك؟ طلع الكسكاس الطفوره الاولى هذه. دابا غادي ترشيه، درتي الماء والملح تما وشويه الزيت مع الماء ياك، وغادي ديري شويه الزيت للكسكسو بوحدو ولا غتكتفي بهذاك الزيت؟ لا صافي غنكتفي بهذا الشيء. طريقتك انت دابا، هذاك انت زدتي هذيك الاضافه من عندك. انا كندير الزيت بوحدو وانت كدير الزيت في الماء. دائما كسكسو الشعير كنكونوا حذرين من الماء لانه هو شويه الماء كيكفي، ماشي بحال ديال الفورس وديال الفينو وديال القم ديال الشعير، كنكونوا حذرين بالماء. ما شاء الله ريحته رائعه حبيبتي، باقي ما باقي ما طاب وريحته رائعه. دابا هذا ما تيجيش دوزي في الغربال الكسكسو ولا ضروري دوزي؟ بلاش مفتوح الشاور مفتوح. غتزيدي باقي شويه الماء؟ غنزيد واحد شوي. غادي نقرب لكم الكاميرا حبيباتي باش تشوفوا الكسكسو رائع ما شاء الله ديال الشعير. مفتوح تبارك الله، ما كي مفتوح ما شاء الله. كتشوفوا القشره ديال الشعير في يدك ياك؟ تبينها القشره ديال الشعير كتبان في اليد ديالها. صافي درك اللي نديرو فوق الكسكاس، كترجعي الكسكاس باش يطور الفوق الطفوره الثانيه، ومن بعد غديري فاش يطلع غديري دابا الخضره الملفوف وداكشي ولا غديري حتى الكسكاس الثاني؟ لا لا نديرهم دابا مزيان، هادي اللي نديرها غير وهذا اللي نديرو في الكسكاس. ورينا الخضره اللي غديري دابا في البرمه. ها هي الخضره، الكورجيت والكورجيت القرع والملفوف. يلا حبيبتي هاني زدت القرعه الكورجيت والمكور القدرة ديالي، ولا نزيد الكسكاس الطفويرة الثانية. ونخليها لين تطلع
باش نديرو التفورة التالتة اللي هي اخر وحدة. هنا اللي نزيد كرموس، نزيدو القدرة، حبيباتي. هنا فاش بنتي حطت الكسكاس ما هضرتش، كانت ساكته، غنضطر ندير لكم الصوت. هذا الكسكاس الثاني او طلعت التفويره الثانيه، كتفتحوا تفتح الكسكسو طبعا بهذاك الضراب، كتبرد واحد شويه، كدلانو الكسكسو ديال الشعير خاصو يتبرد واحد شويه عاد يجي الماء. كنديروا الماء غير بالقياس. هنا الماء دائما مخلط بشويه ديال الزيت، الزيت الروميه عادي وشويه ديال الملح، وكترشوا بشويه وغادي تفتحوا ان شاء الله. غادي ترجعوا الكسكاس الاخير للتفويره الثالثه، كنديروا هنا دائما ثلاثه ديال التفويرات، التفويره الثالثه على بين ما طيب الخضره وغادي تسقي الكسكسو. دابا طاب الكسكسو ديالك ياك؟ طاب ان شاء الله. يلا ها بغيت تسقي تقدمين في القصريه. مزيان، صحتك. كسكسو الشعير زوين ما شاء الله. ما شاء الله طلع منه ريحه رائعه. وبنخاله غيجي رائع. حبيباتي نتمنىكم تجربوا هذا النوع ديال الكسكسو، هذا راه كيجي رائع. المذاق ديالو دابا طلع منه واحد الريحه، تمنيت يخترعوا شي طريقه باش تبقاو تشموا الريحه. ومع الخضار ما شاء الله يجي زوين. يلا كتحيدي هذا المكور باش تتحطي في الاخير. ها هي شديت بالكاميرا. حنا الواد نون كنقول الخضره تكون طايبه، شتوها كيما شتوها هاريه طابت مزيان. ما كنبغوش ديك الخضره تبقى قاصحه واقفه، كنبغاها تكون طايبه مزيان. داري حيتو حيتي الربيطه د الربيع. ما شاء الله ريحه رائعه منه. الله ما شاء الله رائع، قصرية رائع. ديري لين نروح كتروحي بيدك. مزيان. السمن أو زيت الزيت وما كتعرفيش تروحي بملعقة. لا انتي كتروحي بيدك، شتو تكنيات. يا الله الله يرضي عليك، رائعة ما شاء الله ما شاء الله. نقرب لكم التصوير. حبيباتي هي القصرية ديال الكسكسو ديالنا وجدت، كسكسو ديال الشعير بالقران وبالخضره باللوفت وبنوع الخضره اللي درنا فيها، واللحم البل، لحم الجمل، واللبن ديال البقر ما شاء الله، مروحه بزيت العود ماشي بالسمن. هنايا هيا نقرب لكم التصوير. ما شاء الله على بنتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الله يرضي عليها. انتم كتشوفوا رائعه، طلع منها واحد الريحه رائعه. حبيباتي نتمنى لو تجربوه هاد كسكسو، هذا رائع. وني بكم حبيباتي، ونتمنى تجربوا هذا الكسكسو. وني بكم حبيباتي، وراني نحبكم كاملين. قولي شي كلمه. يلا قولي. نتمنى القصعه تعجبكم وتعدلوها ان شاء الله. شكرا، الله يرضي عليك.